سلمى، مثل ما نحن موجودين بمحافظة اللاذقية وعم نستمتع بمناظر الطبيعية، أيضا فيها مواهب كتير غنائية، ونحن عم نحاول نسلط الضوء بحلقاتنا الخاصة من المحافظة على هي الأصوات الجبلية اللي عم تحمل أيضا بصمة التراث الشعبي الخاص بمحافظة اللاذقية. معنا اليوم فنان أكرم الأحمد، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك خير، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح. يعني بالبداية حابين هيك نصبح على الناس بأغنية من اختيار حضرتك. إيه ليش لا؟ لا في عندي أغنية للوطن. نبدأ فيها. أحلى من إنه نبدأ بأغنية للوطن. طبعاً. يلا على المايك. للوطن عزنا. أكيد. يلا. أوكي يا تشرف. أيوة. سوريا بكرة أحلى، الله محيي سوريا، فيها منكبر ومنعلى، بروحي ودمي بفديا. سوريا بلد الأحرار، والجار اللي بيخاوي الجار، يا الله ويا جبار تحمي بلادي سوريا، جيشك سوريا. حيوا ضباطا وجنودا، رفعوا علما بالعالي، صانوا أرضا صانوا عرضا، صانوا اسمك سوريا. حيوا أسد هذا الشعب، حامي الأرض وحامي الدار، حيوا أسد هذا الشعب، حامي الأرض وحامي الدار، يا الله ويا جبار تحمي أسد سوريا، يا الله ويا جبار تحمي أسد سوريا. كل جيل يغدر سوريا، بناتها في اللوج النار، شبابها اكليل الغار، بناتها في اللوج النار، شبابها اكليل الغار، يا الله ويا جبار تحمي بلادي سوريا. حلوة الكلمات، يعني أسلم يا رب عليها، يسلمها صوت، يعني أغنية حلوة وبتعبر هيك عن بلدنا الغالي سوريا. خلينا نحكي شوي عن بداية المشوار حضرتك من الأصوات الساحلية اللي تميزت بالمنطقة، نحكي شوي عن بداية مشوارك. هلا بداية المشوار مثل حي الله فنان بيتعب كتير، لأنه أي شيء بده تعب. أكيد تعبنا كتير من المدرسة، يعني للرحال، للحفلات الخاصة، عيد ميلاد، أعراس، وله. نعم. والموفق ورب العالمين. سمعنا أغاني خاصة فيك مثل الغنية اللي سمعناها هلأ، سوريا بكرة أحلى، لكن في أغاني كتير بتجددها وبالحفلات بتغنيها، وحابين نسمع منك شيء يعني أنت بتغنيه وبتحبه. أعطونا سمعنا. على في اغاني كثيره بس الوقت ما مناسب، شيء كل شيء بده شيء، يعني لهيك نحن حابين اكثر شيء، لانه شيء بتغنى بالليل، شيء بتغنى الصبح. سمع اكيد. يلا نحن سمع، كلنا سمع. لا صوت اوف اوف اوف، تعالي فتشي قلبي وش الفيه، تلاقي شي ألف نبلي وش الفيه، تعالي فتشي قلبي
وشل فيه تلاقي شي ألف نبلي وشل فيه قتلني وإجا عالنعش وشال فيه وقال لي قوم تنعاود أحباب. أهلا وسهلا شرفونا أحبابنا وأهلا وسهلا شرفونا أحبابنا وعيون السواهي جابولي الدواهي وانضعت تلبوني بعيون السواهي شافوني وميالوا بدهم يتعلالوا للسما وصالوا سوسح عقلي وتاهي شافوني وميالوا بدهم يتعلالوا للسما وصالوا سوسح عقلي وتاهي حساسة ومسيونة لون الورد لونة وإله من عيونة وإله وإله هيدي يا بني حلوة شعبية حلوة بحبها كثير حلوة حلوة كثير كمان خلينا نحكي شوية أكرم دائما الفنان السوري أو خلينا نحكي التراث الشعبي اللي يغنى في ألحان معينة خاصة بكل منطقة وصرنا مثل ما عم نشوف أنه هي صارت من الألحان الدارجة بالأغاني اللي عم تغنى فأنت شو كأكرم شو حابب تعمل بصمة بهذا المجال؟ هلا كل قديم حلو كل قديم حلو القديم أو التراث بيحكي عن الواقع اللي نحن عم نعيشه فالكتاب والشعراء وال ملحنين اللي بيجتمعوا على رأي واحد وهي يعني بيئة الساحل بتعطي الكلمة الحلوة بتعطي كلمة حلوة ايه صح الجو حلو والبحر والأشخاص هون بالعادية بيتمتعوا بطيبة وبصدق تطلع الكلمة مع اللحن مع كله جاهز وكلام حلو ما عم قلك يعني من بيئتنا اللي تربينا عليه هلا في رح سمعك أغنية مو تراثية بس المرحوم اللي أنا بحبه كتير فؤاد غازي يلا يا ريت والله ناخد ريت تعب المشوار من خطواتي وخطواتي تعب المشوار ونسينا الدار والزوار نسيناهم جني يا دار جني يا دار على وين الدرب مودينا وعلى أي شط مرسينا وعلى أي شط مرسينا يا بحر تركنا علمينا خلينا صغار تعب المشوار من خطواتي خطواتك تعب المشوار ونسينا الدار والزوار نسيناهم جني يا دار على وين الدرب مودي
على اي شط مرسينا، على وين الدرب مودينا، على اي شط مرسينا، يا بحر اتركنا علمينا، خلينا صغار خلينا صغار خلينا صغار. يا دار الكن تتلاقينا، وينك يا دار، وينك يا دار، وينك يا دار. عم نختصر شوي لدي الوقت. سلم الصوت. يعني أكيد مشاريع كبيرة لحضرتك عم تخطط لها، وأغاني يمكن عم تحضر لها مثل أغنية بكرة أحلى. نحكي إذا في شيء أنت عم تشتغل عليه. هلا اكيد اكيد كل شيء ما بيكون للوطن وللجيش. هلا حاليا بعد اغنيه سوريا بكرة احلى ان شاء الله في اغنيه للوطن، وان شاء الله في اغنيتين جداد لعلي، هذوك هيك شوي شعبي، وحده شعبي وحده غزلي. نعم، ان شاء الله ينالوا اعجابهم. ان شاء الله يا رب. نحن يا اكرم نتمنى لك التوفيق. رح نختم لكن على اغنيه بصوتك. نحن بدنا نودع مشاهدينا ونقول لهم ان شاء الله تكون حلقتنا نالت اعجابكم. اكيد سلمى، وتحيه لابطالنا بالجيش العربي السوري. اكيد سلمى، يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه زينب، ولكل فريق العمل اللي عم بيرافقنا يوميا باللاذقيه. واكيد شكر موصول لكم للمتابعه. نعم. مشاهدينا تبوا بالف خير وبيض. يلا خلينا نسمع الأغنية الختام من صوتك. قبل كل شيء شكرا لكم وللأستاذ سنان بلال ولكل القائمين على هذا العمل الجميل. حجاز. ذكراك تسبيح وصدرك معبد، تسبيح وصدرك معبد، وانا التقي الراهب المتعبد. شلال الشارك والعيون، العيون العيون العيون، شعرك والعيون إلينا تشير، وخمري وخمري نهدك المتمرد. لك لرسل سلامي لسلامي.